مرحبا بنات، ورجعت لكم بنيو فيديو بايديا جديده. سو فكره فيديو اليوم لاكون مباشره معكم هي كيف نعرب هوليوود ستوري. سو في فيديو البارح سالتني بنت، قالت لي يا رغد هل في طريقه لنعرب هوليوود ستوري؟ فانا من معلوماتي اللي كانت عندي قلت لها ما في طريقه، لانه هوليوود ستوري فيها كل لغات ما عدا العربيه، لانه ملكه الموضه هي نسخه معربه. يعني هوليوود ستوري معربه، الاصليه هي هوليوود ستوري والنسخه هي ملكه الموضه. يكون في عمكم للبنات اللي ما تعرف. سو انا لما اشوف التعليقات بتفاجئني بنت تقول هلا في تطبيق بعرب، وشو اسمه انا مش متذكره اسمه، بس هلا افرجيكم التطبيق وكيف تستعمله. سو رحت دغري ثبت التطبيق وشفته انه كثير سهل وبعرب، وكثير سهل، كثير كثير سهل. سو حبيت انه اشارك هذا معكم، بس حابة اقول لكم انه النسخه اللي عندي نسخه مهكره ومحدثه اخر اصدار. اللي بده او بدها الطريقه حط لكم لينك الفيديو بقناتي الثانيه، منزله طريقه تحكير ملكه الموضه وهوليوود ستوري كمان. سو مش حابة اطول عليكم، خلونا نبلش بفيديو اليوم. وحابة اقول لكم شيء كمان، انه هذا الدرس من عروض اللي نشتريها بالالماس، مش نشتريها بالفلوس الحقيقيه. اللي مش فاهم هخلي له اللينك بالديسكريبشن كمان لهذا الفيديو. بنات اول شيء حضغطوا على جوجل بلاي او بلاي ستور او متجر بلاي، بعدين في البحث تكتبوا The Country. هذا اول واحد هيطلع لكم، بتعملوا تثبيت فتح عادي. لما تعملوا فتح حيتطلب منكم بعض الاذونات، حطيته اذونات عادي كاي تطبيق اخر. بعدين تختاروا من هون اللغه، ممكن عربي انجليش، انا حطها عربي فرنسي. فبعدين تضغطوا على الترجمة السحرية. بعدين لما تضغطوا على الترجمة السحرية حيطلب منك أذنات، ها تعين أذنات. بعدين هو حيشرح لك فين لازم هذه الأذنات، تعملها حسنا هون لتحت your you the country، تضغط عليها وبتفعليها عادي. وبعدين تضغطوا على التطبيق عادي، حتشوفوا انه في زر لتطبيق ظهر فوق كمان بتشوفوا. بعدين تاخذوا على اي محادثه تضغطوا على التطبيق، وحده هيعمل لكم الترجمه، بس حطوا فيها في الوسط عشان كل شيء باين في الترجمه، مش تحطوا لفوق، لازم تحطوا في الوسط. ف مثلا انا هون ما حطيت في الوسط، فخرج لي نص الكلام مترجم نص، لا سو حطه في الوسط كذا كمان عم فرجيكم. وتطبيق كتير كتير سهل. وشكرا لهدول البنتين، شكرا للبنت اللي طرحت السؤال، وشكرا كمان للبنت اللي جاوبت. كتير بحب لما تفعلوا مع بعضكم بالكومنتات وتعطونا نصائح وكذا. اي بنت حابة تسأل، مش شرط تسألني انا، اسألي اي البنات، واكيد هم حيجاوبوكي، لانه بحسكم انه هم في القناة والله مثل اخواتي، وانا كتير كتير بحبكم مهما كنتوا كبار او صغار او بعمري. سو ثانك يو سو ماتش، وكتير بحبكم، وكتير بحب تعليقاتكم الحلوة. ودائما دائما لما هيك اكون بانرجي كتير ضعيفة، بطاقة كتير ضعيفة، نشوف تعليقاتكم افرح كتير. سحابة اقولكم ثانك يو سو ماتش، ومنتقل لفيديو اخر. باي.